مرحبا بكم تلاميذ الصف الأول في درس جديد من دروس الرياضيات الشيقة. معكم المعلمة ولاء الأيوبي من مدرسة إلاف الخاصة. عنوان الدرس لهذا اليوم: طرح عددين من منزلتين. سيرافقنا خلال الدرس صديقنا ماريو. هل أنتم مستعدون صغاري؟ هيا معا. صديقنا ماريو يريد أن يحصل على حبات القمح الموجودة داخل الأحجار في منزلة الواحدات والعشرات كما تلاحظ يا صغيري. لديه 6 أحجار في منزلة الواحدات. الآن سيتجه صديقنا ماريو يزيل أول حجر ليحصل على أول حبة قمح. أحسنت ماريو، أزال أول حجرة. الآن يزيل ثاني حجرة. رائع يا ماريو. الآن بقي لديه حجران. أحسنت يا ماريو، أحسنت. أزال ماريو 4 أحجار. كان لديه 6 أحجار، أزال 4. ما العملية هنا؟ هل هي جمع أم طرح؟ أحسنتم، حتما طرح، لأنه أزال، وعندما نزيل تكون العملية عملية طرح. كم حجر بقي؟ بقي 2. الآن سينتقل صديقنا ماريو لمنزلة العشرات ليزيل 3 أحجار. لكن كم حجر هنا لدينا في منزلة العشرات؟ كم عمود من الأحجار؟ أحسنتم، 4. سيزيل الآن ماريو 3 أحجار. أزال الأول، أحسنت. أزال الثاني. أزال الثالث. إذن 4 أزلنا منها 3، أي 4 ناقص 3 يساوي كم بقي؟ أحسنتم، بقي 1. إذن 46 ناقص 34 يساوي 12. شكرا يا ماريو البطل. الآن صديقنا ماريو يواجه مشكلة، يريد أن يطرح عدد من منزلتين مع عدد من منزلتين. لنقرأ العملية: 46 ناقص 34. سنساعده يا صغاري، نحن تعلمنا دائما أننا نقوم أولا بتحديد منزلة الآحاد. الآن هيا يا ماريو اقفز لمنزلة الآحاد. ما آحاد العدد الأول؟ أحسنتم، 6. ما آحاد العدد الثاني؟ 4. الآن سنقوم بطرح الآحاد. هيا ضع على أصابعك الجميلة 6، اطرح منها 4. 1 2 3 4. كم بقي على أصابعك الجميلة؟ 2. رائع. بعد أن طرح ماريو منزلة الآحاد، طرح الآحاد من الآحاد، إلى أين سيتجه؟ أحسنتم، سيتجه إلى عشرات العدد الأول وهو 4. ما عشرات العدد الثاني؟ أحسنتم، 3. سيقوم الآن بطرح العشرات. ضع على أصابعك 4، اطرح 3. 1 2 3. كم بقي على أصابعك؟ 1. أحسنت. إذن 46 ناقص 34 يساوي 12. شكرا لك يا ماريو مجددا، أنت ذكي وفنان. أصدقائي الصغار، إذن خطوات طرح عددين من منزلتين هي: أمثل العددين بالمكعبات. العدد الأول هو 46، 6 واحدات و4 أعمدة عشرات. ثانياً، لأطرح الواحدات أشطب 4. دائماً عند الطرح نقوم بالشطب. ثالثاً، لأطرح العشرات أشطب 3 أعمدة عشرات. أكتب العددين بعد أن مثلت الأعداد بالمكعبات. نكتب الأعداد: العدد الأول 46 ناقص 34. بعد أن كتبنا الأعداد أطرح الآحاد. آحاد العدد الأول هو 6، وآحاد العدد الثاني 4. 6 ناقص 4 كم يساوي؟ عندما مثلنا الواحدات مثلنا 6 واحدات وطرحنا 4، أي شطبنا 4 باللون الأحمر. كم بقي؟ بقي 2. الآن أطرح العشرات.
عشرات العدد الأول 4 وعشرات العدد الثاني 3. سأطرح لدينا 4 أعمدة عشرات، شطبنا على 3 لأنني أطرح 3. كم بقي من دون الشطب؟ بقي 1. إذن ناتج طرح 46 ناقص 34 يساوي 12. احسب ناتج ما يأتي. هيا يا صغاري أحضروا دفاتركم وأقلامكم. لدينا العدد الأول 49 ناقص 19. سنطرح الآحاد من الآحاد، 9 ناقص 9. هيا فكر يا صغيري. أحسنت، 0. الآن سنطرح منزلة العشرات، 4 ناقص 1. أحسنت، 3. إذن الناتج هو 30. السؤال الثاني، 56 ناقص 51. 6 ناقص 1. هيا يا صغيري فكر فكر. رائع، 5. الآن سنطرح العشرات مع العشرات، 5 ناقص 5 يساوي حتما 0 لأننا أزلنا الخمسة كلها، الناتج هو 5. الآن السؤال الثالث، 22 ناقص 11. سنطرح الآحاد من الآحاد، 2 ناقص 1 سهل جدا، 1. أيضا 2 ناقص 1 في منزلة العشرات، 1. إذن الناتج هو 11. شكرا يا صغاري، أعطاكم الله العافية صغاري الحلوين. شكرا لكم يا أصدقاء، ألقاكم في دروس جديدة ممتعة ومسلية. إلى اللقاء.